نبدأ النقاش أيضا مع ضيفنا عبر سكايب من نيويورك الأستاذ أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي. أستاذ أحمد أهلا بك معنا في هذه التغطية. جهاز المخابرات السوداني أكد أنه لا نية للتفاوض مع ميليشيا الدعم السريع وقال إن في ذلك خيانة للجيش وللوطن. إذن بالتالي قطعت المخابرات السودانية أي وسيلة ربما للتفاوض أو تقريب وجهات النظر أو التهدئة مع هذه الميليشيا قبل أن تحسم المسألة لصالحها أو لصالح الجيش السوداني. إذن ما الذي يمكن عمله في إطار هذه السخونة في الأوضاع وتبادل ربما السخونة أو رمي كرة اللهب بين الطرفين؟ لكم والسادة المشاهدين، نحن أمام موقف صعب ومعقد. الحقيقة الأطراف السودانية، القوات المسلحة التي تمثل الشعب وتمثل الشرعية، لو نظرنا للي حاصل على الأرض الحقيقة في لخبطة حاصلة. يعني المجتمع الدولي، الدول الإقليمية اللي عندها علاقات طيبة مع السودان، القوى الوطنية حتى في السودان أصبح في نوع من الدربكة. الأمر في خلال 48 ساعة مش واضح، يعني ما تقدرش تقول إن في على الأرض صورة منقولة. كل المعلومات اللي بتيجي من كلا الأطراف يبدو إن فيها نوع من المداراة، أو كل طرف بيحاول يبين انتصارات. ولكن التوقيت اللي حصلت فيه الأزمة دي نقدر نقول العالم والقوى الدولية والإقليمية مشغولة بمشاكل كتيرة جدا. طبعا البيان اللي بيصدر من الجهات الرسمية ومن الجيش الوطني لدولة السودان هو كلام محترم جدا ويستحق التقدير، لكن اللي حاصل على الأرض عشان الناس تيجي تساعد السودانيين في أزمتهم، نجد إن حتى المجتمع الدولي، يعني النهاردة منظمة الفاو عندها 3 من أطقمها المدنيين قتلوا في المعارك، عندها طائرة من طائرات الإغاثة اللي بتودي معونات للسودان أصيبت في المطار بأضرار فادحة. معنى ذلك إن إذا كان الصليب الأحمر أو منظمات الإغاثة وعددها يمكن يزيد عن 100 منظمة إغاثة وتعاون موجودة مع الشعب السوداني، هتبقى عندها صعوبة جدا في مواجهة الكارثة اللي حصلة. لو جينا للولايات المتحدة الأمريكية اللي احنا فيها حاليا، المفروض ان اهتمامها بالسودان اهتمام قوي جدا وتقليدي، لان السودان دولة مهمة جدا كجيوسياسية للمنطقة، وان هي بتمثل يعني اكبر مكتب واهم مكتب للسي اي اي الامريكية في افريقيا هو موجود في السودان. اي نعم امريكا كانت حريصة جدا على ان التحالفات الدولية والقواعد العسكرية، يعني عشان اليابان وعشان الصين وعشان دول اخرى يبقى عندها قواعد في جيبوتي، ده ضد مصالح امريكا. امريكا اهتمامها المفروض بالسودان يهتم عشان تقلص من مدى التواجد الصيني والتواجد الروسي. انما التوقيت اللي حاصل فيه المعارك ده، امريكا منشغله جدا بقى لها سنه وشهرين ثلاثه في حرب روسيا واوكرانيا، منشغله ايضا بالبعبع الصيني ومساله تايوان وخليج البحر الصين، وفي نفس الوقت امريكا انسحبت من الشرق الاوسط بشكل غير مبرر على اساس اتجهت شرقا لتشوف مصلحتها المستقبلية مع المواجهات مع روسيا والصين. كمان الأسبوع اللي فات التسريبات اللي حصلت دي عاملة لخبطة في الداخل الأمريكي ومشكلة حرج كبير جدا للإدارة الأمريكية، ومن ثم أعتقد لا يمكن أن نعول بسهولة على أن يكون أمريكا لها دور فاعل في الأحداث. يعول على منظمات المجتمع المدني، ويعول على الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الأفريقي، وربما أيضا الأمم المتحدة. كان في مكالمة النهاردة ما بين أنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس المصري رئيس عبد الفتاح السيسي. أعتقد كل هذه الجهود تشير إلى أن الحل لازم يكون عربي، وأعتقد هناك 3 قوى إقليمية في المنطقة، مصر، السعودية، الإمارات، ممكن جدا يكون لهم دور فاعل. لكن نرجع ونقول الأطراف المعنية بالأمر اللي هي صاحبة البلد مع الخلاف السياسي واختلاف المصالح اللي منهم لازم يكون في وقفة ويجلسوا على طاولة. مع ذلك أستاذ أحمد، أصدر اليوم مبعوثون وممثلون خاصون من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى بيانا بشأن التوترات المتصاعدة في السودان. البيان أكد أن المبعوثين والممثلين الخاصين أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد التوترات في السودان
أكد بيانهم على ضرورة الدخول في اتفاق سياسي نهائي يحقق التطلعات الديمقراطية لشعب السودان. إذن هناك ربما من جهود دولية تحاول الدخول على خط الأزمة بغية حلها أو التهدئة منها على الأقل. في الغالب الجهود الدولية بتمثل وجهتين نظر، إما المصالح الدول مع السودان أو حسن النية على أساس الشعب السوداني ودولة السودان تهم أطراف كثيرة جدا إقليمية ودولية. لكن الذي يساعد على إنجاز كل هذه الجهود هو حسن نية الأطراف المتصارعة،